يا أول كلمة قلتها بحياتي كانت أمي جوات روحي. أنا بآمن بقوة الموسيقى لأنه بحس إنها في لها تأثير إيجابي على كثير ناس. أنا عهد الزعبي، عمري 21 سنة، إلي بمخيم الزعتري تقريباً 9 سنوات، جيت على مخيم الزعتري بسنة 2012. نادر ما تلاقي بنت انه تغني راب، وبحسه بيستهدف قضايا كثير بالمخيم، برا المخيم، بكثير مناطق. يا حرام يا حرام صغير والله ما تنلا، مو بحجم عوايدنا، وسوسلهم هالشيطان من فترة زمان بعيد عنا وهذا الاجيال. فإلي رفيقة كان عمرها تقريبا 16 سنة، تزوجت زواج مبكر، فهي ما قعدت فترة طويلة عند جوزها وبعدين رجعت تطلقت. فهذا الاشي اثر فيني، ومن خلال هاي القصه انه انا خلص قررت انه لازم اكتب اشي بخص هذا الموضوع، حتى لو بقدر اني اغير 1% من تفكير العالم. الصراحه انا في عندي رساله بحب اوصلها للعالم كله، اللي هي في ناس كثير ماخذين فكره انه البنت ما بتقدر على اي شيء بالحياه، انه خلص مكانها بس بالبيت. فرسالتي للكل ذكورا واناثا حول العالم كلياته، مثل ما الشاب بيقدر البنت كمان بيقدر.